وقد أكد مصدر دبلوماسي مغربي رفيع أنه عكس ادعاءات بعض المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة قد غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في الجزائر إثر خلاف مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وأكد ذات المصدر أن الوفد المغربي بقي داخل القاعة واحتج على عدم احترام خارطة المغرب كما هو متعارف عليها من قبل قناة جزائرية، مما اضطر الجامعة العربية إلى إصدار بيان توضيحي ورئاسة الجلسة إلى تقديم اعتذار. وشدد ذات المصدر على أنه ليس من قواعد وأعراف العمل الدبلوماسي المغربية وفق التعليمات السامية للملك محمد السادس أن يغادر قاعة الاجتماعات، بل أن يدافع من داخل أروقة الاجتماعات على حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية. وخلص المصدر إلى أن كل الأخبار الرائجة عن مغادرة الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا أساس له من الصحة.